ذاك الأمير مولاي رشيد يفتتح فعالية الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، حيث زار سموه في البداية مختلف أروقة جهات المملكة، كما اطلع على التنوع الفلاحي الذي يطبع هذه المناطق. مشاريع مهمة تم إطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر أخذت معالمها تلوح في الأفق من خلال عصرنة الفلاحة وتطويرها. الري الانسيابي غادي يتحول للري بالتنقيط على المساحه ديال 89700 هكتار، الشطر الاول انطلق على مساحه ديال 10000 هكتار. هناك مشروع اخر اللي هو مشروع التهجين الصناعي للابقار، حيث ان دكولا كتعتبر من اولى المناطق في المغرب اللي هي متقدمه في هذا الميدان هذا. تنويع وتكثيف المنتوجات الفلاحية شكل رهانا كبيرا للمغرب من أجل التأقلم مع التقلبات المناخية من جهة، والرفع من دخل الفلاحين والتعاونيات من جهة أخرى. كما يراهن المغرب على غرس مليون هكتار من أشجار الزيتون وإدخال مزروعات جديدة للرفع من المردود الإنتاجي للأراضي التي كانت تعتمد من قبل على طرق تقليدية في الإنتاج.